السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد شيخ جزائري يرد على من ينتقد الكود جمل بالماضي ويوجه رسالة الى بالماضي، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم يا لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال، اليوم راح نهضر معكم على هاد الصحافة الشياطين حاشا اللي ما يستاهلوش، وقناة امون لم يحضروا باللي زعما الدولة نتاعنا تحب لي زيميغري وتحب لي زونطرينور دي زيميغري. ولي زيميغري هادو من جاو دي زونبايسور طاحو من السما، ولا ما كملتش الفيديو دا راح نعاود واحد اخر. لي زيميغري في وقت الثورة ما على بالكمش شحال من واحد رماوه في لاسان، ما على بالكمش واش شاركوا لي زيميغري الله يرحمهم في الثورة الجزائرية اللي مساكن دوك راهم محروقين، ولاد الحركة ولاد الحركة هما كانوا دوبل فونكسيون، يخدموا مع الجبهة ويخدموا مع فرنسا باش يعاونوا الثورة الجزائرية هنا في الجزائر، نسيتو؟ هادوك ماشي خاوتنا، شكون فينا اللي ما عندوش ايميغري عايش في فرنسا؟ من خاوتو ولا من زريعتو ولا مخوالو ولا معمومو، جمل بالماضي ماشي خونا جزائري، من الصغاليم بلاد الشعراء عين تدلست، نسيتو هادية؟ نسيتو باللي ساكريفا باش جابنا لا كوب دافريك في مصر؟ لا دوزيام نجمة دوزيام، اللي راهي مشتاق مشتاقتها المخزن مغاربة اللي راهم دوك هنا في البلاد راهم يد في اليد مع القجع ومع المخزن ومع اليهود ومع الموساد، عم بالهم ما على بالناش. حنا بإذن الله تعالى غير الإعلام تاعنا اللي يطلع في كل بلاد، باسكو حنا عندنا غير على البلاد، ولو زواولة ولو الدولة ما عطاتناش حقنا، بصح يجي نهار وين الدولة يهديها ربي وتشوف لهاد الناس اللي يحبوا البلاد وسونس بروب ديمو، يحبوا البلاد بلا دراهم. جمل بالماضي بإذن الله تعالى ما يروحش، وبإذن الله تعالى واش جوزنا كامل في كاميرون، واش جوزنا هاد الخطرة، ربي يعوضنا إن شاء الله ونتكاليفا ولا كوب دي موند ويدير حاجة إن شاء الله، باسكو هذا توفيق من عند الله. وشنو كاين حاجة نوصينا بالماضي الا ياخذ لي الراي، الا يسمع فيا في لي فيديو تاعي هذوما، ما ينساش، ما يخاف من حتى واحد، ما ينساش الكوفيه تاع فلسطين، وما ينساش الاعلام وين يروح يلعب يدي الاعلام تاع فلسطين معاه، ولي جوار كي يماركي ولا يتكاليفا ولا حاجه يرفدوا الاعلام تاع لي فلسطين يا خاوتنا، باسكو فلسطين سالو فيها احنا الجزائريين، عندنا حيط المغاربه تما، عندنا دو القبلتين يدو مدفونه تما، دول قبرين، دول قبرين تاع تلمسان يدو مدفونه تما، والكور تاعو مدفون هنا في تلمسان الله يرحمه، جاهد مع صلاح الدين الايوبي. يا بالماضي يا خويا عطينا راس الخيط الى راك مازالك، وعلاش يا خويا؟ السلام عليكم. راني داير واحد المسرحيه نعطي لكم غير باختصار باش تفهموني على هاد الناس هادوما اللي راهم ضد بالماضي وضد البلاد. نهار دخلت فرنسا على سيدي فرج، كانت عندنا قرعان تاع اللبن، جدودنا ركضوا غفلوا دات لهم القرعان تاع اللبن، شربت هي والناس اللي مشات معاها تعطي لها غير بالبوشون. هادوك الناس هما اللي راهم دوكا مع ديجون ومع القور ومع لي زيترونجي، باسكو هادوك كانوا يشربوا غير بالبوشون وراضيين على فرنسا. الناس اللي ما مشاتش مع فرنسا كانت برجوني الزروديه وتحش وتخدم الحباس، تبني الحباس بالدرع على ضد خاوتها الله غالب عليهم. هادوك مساكن ماشي قاريين، هادوك المخير فيهم عنده نص حزب حافظه في زويه ولا كاع قاريين في الزوي والجوامع. هادوك الناس هما اللي داروا الفرون ليبراسيون ناسيونال، هما اللي داروا حزب جبهه التحرير الوطني، الا كنت تسمعوا فيا وتفهموني. وحنايا الاستقلال تاع الصح ما ديناش 62، ديناه 61. نهار دخلت لافورس لوكال اللي كانوا ديزاجيدون عند فرنسا، كانوا ديوتنو دي سوليوتنو، عطاو لهم شويه سلاح معوج ومكسر وقديم والتنفيل تراو مع الجبهه، باسكو تاوعنا مساكن كانوا بنيه وغير كيما استقلينا، التنفيل تراو معاهم ولاو دوك هما اللي حاكمين الريزو حاشا اللي ما يستاهلوش.
ولاد هاد الناس هما اللي راهم ضد بالماضي، ولاد هاد الناس هما اللي يحبوا ان يطرونجي يجي يدي دراهم الشعب وما يدير حتى نتيجه وما يهضروش عليه. بصح وليد بلادهم اللي يجيب لهم نتيجه نهار يغلط شويه برك يديروا قيامه، ينوضوا القيامه. بصح حنا على بالنا لابورس لوكال شكون نعرفوها، نعرفوها ماناش مارقين، ماناش ناكلوا من ودنينا. حنا عندنا شهادة يا سي محمد، عندي 17 عيد ماتوا في نهار مدفونين في أدكار حرقتهم فرنسا، دارتهم في دار وحرقتهم، وسبعة سلكهم وليد عمتي سلكهم لاج دو 14 14 سنة في عمرو حل لهم الرباط. حنا عندنا غير هاد البلاد هادي، وماناش ندعاو بالجهاد، والله ماني ندعى به، والله ماني ندعى به. باسكو علاش لاتيستاسيون كومينال تاع الصح اللي عند ربي خير من تاع الدولة، خير من ليسونس تاكسي، خير من التبرنة وسكت، خير من القهوة وسكت. حنا الحمد لله ما دينا والو، حنا درنا لوجه الله وموالينا داروا لوجه الله. السلام عليكم، واللي فهم فهم. هيا هاي المسرحية اللي راح نقول لكم عليها فهموها مليحة، والمعنى قال الله فيديراسيون تاع كرة القدم. باسكو علاش كرة القدم ولات عالمية وتبوليتيزات، الله غالب سيب علينا بوليتيزاوها. شوفوا واش نقول، نقول اليوم جينا نقدم لكم مسرحية البهلول. البهلول عايش في الهم، والبهلول ما يتكلم، البهلول نهار فهم المهبول زاد تعلم. ينوض واحد يلعب معايا نديرو مع البيبليك، بلا البيبليك ما يفيق بلي يلعب معايا، يقول لي يا صحابنا فهمونا، انا ما فهمت والو. نقولوا له حبيت تفهم فتح ودنيك وصنت، ما تكون بهلول، ما تكون نعجة، ما تولي غول. يقول لي وانا واش درت لكم؟ نقول له انت وانتم سمعوا وردوا بالكم. اليوم نهضروا على الفهم وعلى المعلم، اللي فهم فهم، اللي ما فهمش يدز معاهم يا جماعة الخير. وفي التسعينات نهار كانت لا مافيا تغز وتاكل وتشرب، واش نقول؟ نقول 90 وقت العفيس والدوفيس والمايس جاسبارتاكيس عطاهم حبه كابريس شبحهم مع بيس بيس دو كي بيس دو افلان. من الاخر يا الشعب الجزائري ما ياكلش من ودنه، وراي جايه جينيراسيون مورانا يا نقسم بالله العلي العظيم غير طير في المقلة. شنو طير في المقلة؟ وحافظين الدنيا ويعرفوا الدنيا ريكتو فيرسو، مريحيين على زوج جوايا. يا لي زيبوكريت، يا المنافقين، يا اللي شبعتوا الحومي وشحومي وكذا من البلاد هادي ومن الصقور ومن الثقافة ومن الفن. يا جماعة احنا رانا تاع شعبي ورانا تاع مسرح، وربتنا الكشافة وربتنا الوانجية وربتنا المدرسة الكبيرة كامل الدنيا. انا واحد حكمني قال لي سعبت عليك كيما حدا هضرت على بن شيخ على القصبة، ماشي حاجة كبيرة. اسمع سي محمد، انا ما قصدش القصبة، القصبة شوف القصبة، انا يا بابا كانت عنده قهوة في قهوة الزان جدي اون 44 تاع لارو دلالير. اللي ما لحقش بحفافين دروج تاع القصبة ما يهضرش، حفافين دروج كيجيو لابوليس يخلي لك نص الحياة. وكاتبين في الديار دار محترمة، بالك تغلط. انا ما نقصدش على القصبة، القصبة تاريخ، قصبة فيها رجال، فيها لي لابوانت وفيها 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 وفيها. احنا نحبوا البلاد من القطر للقطر، من لافرونتيير لافرونتيير. انا نحب كاع البلاد، انا كاردي دونديتي. يا جماعة الخير السلام عليكم، اليوم راح نعطيكم واحد المعنى باسكو قلبي وراحي راهو يحرق عن البلاد هذه. هلكونا هلكونا لي زيبوكريت والمنافقين والشياتين اللي راهم مع الموساد ضد خاوتنا وضدنا احنا بالذات. نوريكم واحد الحاجة بذاتي وفهموها، ومن بعد نقول لكم واحد الحاجة، نقول لكم واحد الشعر ديالي ماضي نموح. هذا اللسان هذا حنش في الغار على قناة آمون، هذا اللسان هذا يديك الجهنم ويديك الجنة. بالخف دير ذنوب، دوك ندير ذنوب بالماضي عيان،
درت ذنوب ولا ما درتش ذنوب، وانا في الدفا وفي المطرح وكاع. دوك انا باش نروح نحوس على بالماضي نطلب منه سمح خدمه ولا ماشي خدمه؟ سيدي طلب هاي، الخير واعر والشر ساهل. يا جماعه الخير سمعوني مليح، يا الجزائريين يا الحرين يا اللي عندكم النيف يا الشرفاء، الله في فيدراسيون هذه. قالوا لنا كيفاش؟ قلنا لهم كي الكباش من البطوار الحراش من 9 حتى ل 11، طلعوا الجبال في 14، كي القاعة كي الفراش، دخلوا اللحواش سرقوا المشماش، طاب ومحلاش، رد بالك من المكراش، يوريلك الحواش تاع المشماش، يبنيلك الكماش ما تدريش وقتاش. وحنا الجزائريين ماناش كباش، وكاين لي زالجيريان كي فوريان يكوش بارتير يدير ريان، وكاين لي زالجيروا اونتر روا ريان صافي دو. ما نقصد زعما على العاصمه ولا لي زالجيروا صافي دير من القطر للقطر. انا كيكون وليد فاميليا ورزين وبحل وعندو النيف كيكون في طم الرصد سي تان الجيروا، وكيكون بحل في خنشله سي تان الجيروا، كيكون بحل في مستغاليم سي تان الجيروا، كيكون بحل في عين تيموشنت سي تان الجيروا، كيكون بحل في معسكر سي تان الجيروا، كيكون بحل في بجايا سي تان الجيروا، كيكون بحل في تيزي وزو سي تان الجيروا، كيكون بحل في دلس سي تان الجيروا، كيكون بحل في البليدة سي تان الجيروا، كيكون بحل في المدية سي تان الجيروا، كيكون بحل في البليدة سي تان الجيروا. هذا هو القصد ديالي يا جماعة الخير. مازال الرجال في هاد الدنيا والله ما يخلصوا، ولو ما عندهمش مسؤولية، ولو ناس متواضعين، ولو ناس سامبل، والله غير مازال الرجال في هاد البلاد. دونك مازال طل السمش ومازال يطيح الشتاء، الحمد لله.